الفني كابتن محمد يوسف، زي ما قلنا اداء اكتر من رائع، اداء مميز، ويمكن ذكرنا في اليومين اللي فاتوا ان المعسكر سمته والتركيز. كل التحيه لكابتن محمد يوسف كابتن مستر باتريس كارتينون على فرض السيطره والتركيز الشديد جدا اللي انعكست على فريق النادي الاهلي في المباراه. زي ما بنقول كانت مباراه اكتر من رائعه، وبنتمنى تكون كل المباريات بهذا الشكل باذن الله. كابتن سعيد بنضم لي كمان كابتني طبعا كابتن هشام محمد. مبروك كابتن هشام النهارده الفوز، مباراه كانت صعبه لكن عدينا ليها بشكل كويس جدا، كانت قراءه فنيه مميزه من مستر باتريس، وكمان انتوا كنتوا على قدر المسؤوليه. حابب تقول النهارده المباراه؟ الله يبارك فيك. طبعا بحمد ربنا وبشكر اللعيبه والجهاز الفني والاداري والعمال وكل الناس. الحمد لله اجتهدنا وعملنا اللي علينا وركزنا كويس قوي، وربنا حالفنا في التوفيق الحمد لله. احتكاكات كتيره جدا النهارده، وكان في التحامات كتيره جدا، كنا خايفين ان اي لعيب بيصاب، لكن بتشوف الالتحامات ازاي وهل اثرت عليكم في الملعب؟ وكان في تحذير من الجهاز الفني ان انتم ما تشتركوش ولا لا يا كابتن؟ لا، تملي الماتشات دي طبعا بتبقى الالتحامات فيها قويه جدا وبيبقى مهمه جدا، فلا يعني الجهاز الفني اكد عليها بالعكس ان احنا لازم نبقى قوية جدا في التحاماتنا، وهو ده اللي هيفرق وروحنا تبقى اعلى. والحمد لله النهارده يعني بشكر اللعيبه كلها والناس كلها، يعني روح جميله وعملوا اللي علينا الحمد لله رب العالمين، كرم كبير من ربنا وتوفيق الحمد لله. جمهور النادي الاهلي اكيد سعيد جدا بهذا الفوز ومنتظر كمان منكم المزيد يا كابتن هشام. حابب تقول لجمهور النادي الاهلي بعد الفوز الغالي ده جدا هنا في رادس؟ الف مبروك طبعا لجمهورنا، وهو دايما ورانا ودايما في ظهرنا ودايما بيدينا دفعه، وبهدي له طبعا الفوز دوت، وان شاء الله مزيد من الفوز والنجاح واللي جاي بقى احسن. وماتش وخلص، نركز في اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقنا في اللي جاي، والف مبروك للجميع الحمد لله. شكرا. بنشكر اكيد كابتن سيد، كابتن هشام، محمد، كل النجوم بصراحه.